ميرسي. بليز بدي هيدا البروفيل. هيدا كعب بمسح هيدا لك بحب اشتغل فيك. انا مين عم بت لما كانت معك اليسا قلت لك هيدا البروفيل. شو رايك بهذا الشيء؟ انا بحب كثير لقاءاتك على فكره، بتابعهم كلياتهم بنبسط، لانه اي ما معقول انت كمان بتشتغل بالعالم كله. علي لا ولا انا بشتغل بالعالم. انت لانه صار ساعه بستناك، يعني في مجال يلا خلصينا. انا قديش اللي عم استناك هلا؟ ساعة اكثر؟ لا انه انت صديقتي وبحبك انا. لك هي حلاوه القصه عادي، انا بنتظر فينا لانه انا بحبك وانت انسانه طيبه. تروحك هيك كثير حلوه على طول. مين انا دائما حلوه هيك على طول؟ الروح انت حلوه وروحك حلوه. شوف يمكن انا بنسال كثير هذا السؤال، رح جاوبك لك غير اللي بجاوب الكل. ما دائما البني ادم بيكون رايق هذا الرواء وسعيد هي السعاده وممكن. خليني انا انقل لهذا البروفيل لإلي هون. قال علي قال لي ممكن توقفي هون وانا هون لانه مشان بروفيلي. عم بمزح انا. تخيل منشان لك. لا 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 منشان نبعد عن فتحه الباب منشان نطلع. انا ما عندي مشكله بهذا الموضوع. انت هيك روحك حلوه وطبيعتك حلوه وكذا ومرحه، انت هيك بحياتك؟ هلا مو هيك دائما، يعني اكيد، يعني اكيد في عندي لحظات صمت، عندي لحظات غضب، عندي لحظات جد، بس يعني كثير بينعدوا على الاصابع. انا ما بحملها يعني بيعيتها؟ لا مالي بيعتها، بس ما بحملها. كنت زمان حملها زياده، هلا لا، يعني انه خلص شو اخذين معنا، انه خلينا هيك عايشين الحياه مبسوطين متفائلين، سامح وانسى وطنش. عن جد والله قواعد بالحياه كثير مهمه. انت هيك ما بدي اقعد نظر عليك اقول لك قال فلان وقال علتان والدكتور والطاقه ما بدي نظر، بس انا بدي اقول لك انا كصفاء هيك بتعامل بالحياه، انه خلص ما بحط شيء ببالي وبعيش الحياه هيك بسهوله. معي مصاري بروح مشوار، ما معي مصاري بقعد بالبيت، يعني عادي ما في شيء. صفاء انت اغلب وقتك بسوريا مقيمه؟ يعني اي انا مستقره بسوريا. كل الاحداث وكذا بس بتطلع وقت صارت الاحداث كثير قويه بسوريا الحقيقه ما كنت بدي اطلع، ولكن لما شفت بعيني كذا قصه خفت على بنتي، خفت على عيلتي وطلعت. وعلى فكره طلعتهم قبلي وانا كنت عم صور لسه بسوريا، كنا عم صور مسلسل ولاده من الخاصره وزمن البرغوث، واستمريت بالتصوير على الرغم انه كان في احداث بداياتها، يعني كانت الازمه جديده بسوريا وكانت بتخوف شوي حقيقه. هذه سنه 2012 طلعت على الاردن، واول ما سمعت انه سوريا الوضع الامني فيها صار افضل وبلشت اعمل اتصالاتي رجعت دايركت على سوريا. انت اردنيه ولا سوريه؟ انا والدتي سوريه من الشام من دمشق، انا بابا اردني، انا مواليد الاردن، فانا مواطن اردني، انا مواطن اردني وافتخر. زعلتين للاردنيين لما علقتي كمان؟ عمي والله ما حدا زعل، انا كم حدا زعل وعلق بطريقه يا علي انه بده يبين حاله بس ما اكتر له اقل، يعني انا بصراحه هيك عم حللها. انا قلدت اول شيء شخصيه رجاليه. شو اللي قلدتيه بوقتها؟ عيدها هلا لا يستر على اختك يا علي ما صدقنا انت. انه لا كيف يعني هيك تقريبا كيف؟ هلا هو انا حكيت بطريقه رجال فدخنت صوتي شوي، يعني صار صوتي اي، وحكيت مصطلحات تبع يعني بتداولوها الشباب لما بيكون في طوشه، يعني يكون في خناقه في الشارع، عرفت كيف؟ فهي يعني هي مو لهجه البنات ابدا، ولا هي اللهجه العمانيه، هي لهجه هيك، يعني احنا بالاردن بنعرف مين بيقولها هي اللهجه، بس حتى هدول اللي بيقولوها هم معصبين، يعني اما قمه السعاده او قمه الغضب، تطلع هي الاصوات، شو مالك يا زلمه؟ ايه شو بدك اياه يا علي؟ شو بدك اياه يا علي؟ يا الله عنك. اذا بدك بحكي لك اردني عادي والله. نفس لهجه ديانا، انا بحكي زي ديانا عادي، يعني انا بحكي اردني عادي طبيعي. يعني صفاء انت كنت تغني وهلا نسيتك العالم انه انت كنت تغني، يعني هلا انت بالتمثيل اكثر مركزه؟ انا دائما مركزه بالتمثيل، ما بغني انا بالاساس، ما بغني انا بمثل غنيتي.
قدمت غنية من فترة بعيد الأضحى أول يوم بالعيد، هديت الناس غنية أنا عملتها اسمها ما هو نزلت على قناتي على اليوتيوب. كنت من باب إنه كتير ناس علي بتطالبني إني أنا غني، أنا بكون بلقاءات بغني، بكون بأعداد بغني، أنا عندي صوت طربي مو صوت أداء، أي يعني أنا مو بأدي أداء غنية ما بنشز فيها، لا أنا بغني طرب. فلذلك خطواتي إني أنا بدي غني لازم تكون كتير مدروسة، عرفت شو؟ فأنا جربت، بس جربت هيك زتت غنية وجربت وقلت لنشوف شو بيقولوا الناس. هلا في كتير ناس شجعت، كتير نسبة منيحة مئوية، يعني خلينا نقول 90% تقريبا، إن قال لي إنه بليز ارجعي إيه غني وعطول نزلي أغاني، وفي ناس قالت لا. طب هلا هو الغنى عادة أو اللي بتغني بتنشهر أكتر أو بتكون أكتر موجودة أو بتطلع مصاري أكتر، يعني ما فكرتي بهذا الموضوع؟ هي تجارية؟ أبداً، بصدق ما فكرت، والله ما فكرت. أنا بغني، بتعرف شو، أنا من أنا وصغيرة بعبر عن حالي بالغنى. يعني مثلاً إذا بدي أقول لواحد مثلاً، فرضاً هقول لك ياها هي عندك إكسكلوسيف، بعد لواحد بدي أقول له مثلاً أنا بحبك، فبقول له أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا يعني بمرق له ياها يعني هيك. بس انه صوتك كتير حلو انت، يعني ليش ما انه مثلا، يعني هلا في عندك ما في اصوات وقاعدين عم بيشتغلوا وعم يعملوا فنانات وكذا، مركزة على التمثيل اكتر للحقيقة، وانا يعني عم بشتغل على شيء ان شاء الله يزبط معي، بتخيل انه رح يزبط شيء له علاقة بالغناء والتمثيل مع بعض، اذا زبط بيكون كده، اذا زبط. انا ضحكت لذكرت لك في مسلسل انت بتكون كتير مندمجة بالاغاني. على فكرة هاي فكرتي، هاي الحلقة فكرتي، أنا مثلا بكون عم تحاكيني بشغلة برد عليك بغنية، وهي فكرتي كانت، وكتبها شادي كيوان مع اتفاق مع فادي سليم المخرج، قعدنا مع بعض وقلنا شو رأيكم نعملها لوحة، وفعلا عملناها لوحة. مشان هيك عن جد ما انكتبت ولا غنية، فكان فادي صبيح أي كلمة يقولها رد عليه بغنية، ما أنا محضرين شيء. يعني البنت الصغيرة قالت لي احكي مع بنتك، فقلت اللي بيسمع كلمة أهله، المخرج صار بالأرض وليس صفاء دمج بيون. على فكرة أنا كتير عجبتني وعملت لها شير عندي قد ما عجبتني، يعني كتير مهضومة حلو، الناس حبتها كتير، وعن جد عملت خلال أسبوع 3 مليون مشاهدة. يعني هلأ الحلقة اللي طلعت فيها اللي كتير زعلانين مني فيها عملت شي 8 مليون، يعني الحمد لله في ناس بتتابع لأنها بتحب. وانا دائما بقولها انا كنزي بهي الدنيا محبه الناس، لا لي عم دور على اني اتخلد لاخر الدنيا، ولا لي عم دور على انه اعمل مصاري من ورا الفن، انا عم دور اني انا استمتع بالشيء اللي انا عم بشتغله، الناس بتحبني، هذا الكنز اللي انا بحمد الله عليه، محبه الناس. طيب انت محبه الناس هيدي شيء حلو انه قلبك يكون هيك، شو رايك انت بزملائك او زميلاتك اللي بيجيبوا مثلا بيحكوا على زملائهم؟ يعني هن ما حكوا ليك، هو السؤال لما انطرح بطريقه انه لازم ينحكى، يا بده ينحكى، يعني على الجهتين بدهم يحكوا، عرفت شو؟ سواء اذا ما جاوبت بالبرنامج فلازم تنسال بالصحافه او بالشارع او 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 الى اخره، فاختصروا الموضوع وجاوبوا. بس انا ما شفت انه في اساءه، ما شفت انه في شيء صريح. واذا كان قصدك ديما الجندي، ما ديما الجندي انا ما شفت، انه حضرت الحلقه انا وشفتها عم بتقول رايها الشخصي وما اساءت لنسرين على الاطلاق. اليوم انا شفت فيديو لحدا حاطه انه تعرضت هي نسرين لاكثر من كزميله، يعني عم نحكي انه من وخصوصا بحلقه ببرنامج اكلناها اكثر من مره، مثل كانه يعني مستقصده بهذا الموضوع. لا هي ما انا مستقصده، لا 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 مو هيك الموضوع ارجوكم، لا ما معنا مستقصد نسرين بالبرنامج، يعني عمل برنامج مشان نستقصد نسرين، مش عمل برنامج كرمال، انا قصدي بالبرنامج اكثر من مره انذكر شيء، صار 3-4 مرات يعني. يعني هلا هذا الشيء طبيعي، ما عليه، هلا اشوف اللي بيكون في عليه اضواء كثير وكذا فبيكون مراقب اكثر من غيره، انا هيك غيري يعني. لا 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 علي مو هيك، ما عم اقول غيره، هي ما بفكر بدي ترجمها بصراحه، انا بحب الكل وما عندي مشاكل مع حدا على الاطلاق، ولكن اللي بدي اقوله انه اذا ما حكينا نتأول كلام نحن ما قلنا، فصرنا عم نضطر نحكي، عرفت ليه؟ هي بكل بساطه. اما غيره مين بده يغار من مين؟ ما نحن كلياتنا طالعين نفس الجيل وكلياتنا قلنا اسماءنا وقلنا جمهورنا وعنا قاعده، ما في حدا اقل من نفسه، قصدي بالوسط يعني. هلا منافسه شيء والغيره شيء ثاني، يعني ما هي بتصير الغيره، ما هو غيره الكار مثل ما بيقولوا، هلا كل انسان باي بمجال
المنافسة الشريفة أنا معه، غير تلكار منافسة شريفة أنا معه، بس إنه حقد وغيرة وكره وكذا لا، ولا حدا عنده كره تجاه نسرين طافش يعني، يعني شخصيا كره لا لا ليه؟ لا. طيب أنت ما شاء الله عنك بتقلدي كتير بتقلدي، شو أكتر شيء بتحب تقلدي؟ أكتر شيء بحب قلدي؟ إيه هيك بتحب، يعني أنت هلا دغري بتفوتي بمود مود هيك الفكاهة والضحك والكذا، وجوك كتير حلو يعني، شو بتحب تقلدي أكتر شيء؟ تستمتعي هيك لما بتقلدي؟ كتار كتار، والله ما بحط حدا ببالي، أنا بس كون عم بحكي، أنا بحكي القصة مثلا، بيجي بدي يقول مثلا علي حكى معي اليوم على التليفون فرضا، فعم بيقول لي علي هيك، بكون عم بقول هيك، عم بيقول لي علي شو رأيك اليوم نعمل لقاء ساعة كذا؟ هلا هيك أنا عم تقلديني لإلي؟ هي القصة هيك بالضبط، أنا باللا شعور بقلد الأشخاص لأني بلقط، يعني بلقط الكاركتر فورا وبيطلع معي التقليد، بس ما أكون أنا يعني مركزة بشخص قلده. قلدك؟ بدي قلدك هيك؟ علي بضل يعمل هيك بغمض عيونه علي، ما الضابط هذا كله تمام؟ صفاء سلطان انت دايما هيك بتكوني مبسوطة وسعيدة بالحياة، ما عندك تعب ما عندك هم؟ يعني حسب الأجواء. واحد مين بتكرهي مين بتحبي؟ أنا ما عايشة حالة حب؟ يصطاد ثم يصطاد بس الله مهضومي، بس أنا بحبك يا حبيبي صفاء. يعني عن جد بحب روحك وبحب هذا التسامح اللي عندك. بدنا تقلدي لنا حدا. قلدني قلد مين بتحبي تقلدي انت هيك بتحسي بتقلدي من قلبك يعني هيك بيطلع منك؟ يمكن أكتر حدا بعرف قلده هي أصالة، أكتر حدا بعرف إني قلده. غير أصالة مين؟ مين؟ بتعرفي تقلدي أحلام؟ أحلام صعبة شوي. أحلام قلدتها، أنا قلدتها بالبرنامج. طيب هاي فوهبي قلدتيها كمان؟ قلدتها. بدك قلدها؟ عمل لقاء، عمل لقاء، انت احكي معي قلي شو الاخبار. طيب شو الاخبار؟ منيحة. انت شو شايفني منيحة؟ يا ويلاه انا يعني هيك تأثرت، عارف كيف؟ حياتي انت يا علي. طيب بدنا نقلد، لا بدنا نقلد حدا بعد. نجوى كرم. حبيبي يا علي، حبيبي انت من وين؟ من لبنان. انا من لبنان. من زحلة؟ لا من بيروت. من زحلة؟ من بيروت. مش من زحلة؟ كل بدك اياهم كله من زحلة. اي انا بحب كل الزحلوية يا اخي، انا بحب بحسهم هيك بدخلوا لقلبي، لا حبوا لدستور، بحبهم من قلبي، تقبروني منورين حبيبيت الشباب، يا تقبروا قلبي. سمعت غنيت الجديدة؟ شفتني وانا عم نطوت هيك وعم غني مع الناس، حبوها كتير كتير، حبوها انا حبيتها عن جد. شكرا لك صفاء حبيبي يا علي.